ازاي تنحت اي نقش في بلندر؟ لو انا جيت هنا حطيت تمام، بدأت ان انا اخش في السكوبتنج مود، هلاقي ان في حاجة حصلت. اولا شايفين البرش ازاي معمولة، بصوا ازاي تحس ان ما هيش دائرية، ودوت ايه السبب بالظبط. لو جيت برضو كمان بدأت ان انا انحت اللي هي البرشاية دي، مش هلاقي ان في حاجة عايز تحصل. ايه السبب؟ لان انا ما عنديش او سب ديفيجن كفاية او فيرتكس كفاية، بس هما دول شايفين ازاي. تمام، شايف ازاي هي بس مجرد مربع لو بولي خالص. فلو انا جيت هنا بدأت ان انا اعمل كده تمام، وايه ضفت هنا كمان، بدأت ان انا اعمل سكوبت، يعني هو بدأ يبقى فيه شوية، ولكن انا يعني بضغط جامد والسترينجز معمولة على اقصى حاجة، لكن مفيش اي حاجة لان انا ما عنديش سب ديفيجن كفاية. فاول حاجة لازم تاخد بالك منها ان يكون عندك سب ديفيجن كفاية على الموديل. فانا هضيف هنا، هعمل ادوس كنترول 2 عشان احط عليها سب ديفيجن، واخليها على السيمبل، والاقي ان السب ديفيجن بتاعي، خلينا نشيل اوبتمايز ديسبلاي ديت، خلينا السب ديفيجن بتاعي زاد شوية، ممكن اسيبها على دي كنترول اي عشان يعمل له ابلاي. فبالتالي هيكون عندي اهوت، وابدا ان انا لو دخلت الاقي ان السب ديفيجن بتاعي او السكوبتنج بتاعي بدا يشتغل. لو انا جيت بصيت هنا هلاقي ان الدايره بتاعتي زي ما انتم شايفين كده معمول لها ان هي رفيعه، انا خلاص مش عايز دي. طيب ايه السبب؟ ان انا ما عملتش ابلاي للسكيل بتاعي، شايفين هنا السكيل مش متظبط. فهدوس كنترول ايه اعمل له سكيل، واجي اخش تاني في السكوبت مود هلاقي ان الدايره بتاعتي ظبطت. فدي حاجه لازم تاخد بالك منها، ان انت تعمل ابلاي للسكيل بتاعك او للموديل للموديل اللي عندك. لو انا جيت بدات اعمل سكوبت دلوقتي هلاقي ان هي مبكسله زي ما انتم شايفين كده، ودوت برضو بسبب ان انا ما عنديش سب ديفيجن كفايه او فيرتكس او بولي كاونت كفايه. فبالتالي لو انا دخلت وانا في سكوبت مود ودوست كنترول 2 او 3 او ايا يكن الرقم اللي انت عايزه، هلاقي ان انا اتحط لي حاجه اسمها مالتي ريزوليوشن موديفاير. دي هتلاقيها هنا لو انا جيت دخلت، اهي المالتي ريزوليوشن موديفاير. تمام، ملحوظ انا بستخدم بلندر 4 تمام، عشان بس الموديفايرز هنا شكلها غير. فلو جيت دلوقتي ان انا لو شلت هنا دي وبدات استنى، فلاقي ان هي بقت احسن شويه. لو انا جيت سب ديفيجن زياده كمان هلاقي ان هي تمام. فدي حاجه تاخد بالك منها. انا دلوقتي دخلت في السكوبت مود وهبدا ان انا اعمل سكوبت مود، ولكن في حاجه عايز اوضحها، ايه اهميه ان انت يكون عندك تابلت او كانفاس اللي هي الشاشه اللي بتبدا ترسم عليها، او دروينج تابلت اللي انت بترسم بيه، وايه الفرق بين دوت ودوت، او ان انت تستخدم الماوس. لو انا جيت دلوقتي دخلت هنا وعملت مثلا شكل حلزوني، فانا لو انا جيت بالماوس هنا وعملت كده على قد ما اقدر بالماوس، فهيطلع معايا الشكل دوت. لو انا جيت بالتابلت دلوقتي او بالقلم وابدا ان انا اعمل نفس الشكل تمام، انا مشغل هنا البريشر على دي، شايف الايكونز ديت مشغلها هنا ومشغلها على السترينجز. فلو انا جيت هنا وبدات ان انا ارسم نفس الرسمه او الشكل الحلزوني دوت، شايف ازاي؟ هقول لك دلوقتي ايه الفرق تمام. ولو انا طفيت دي ايه اللي هيحصل؟ دوت كان بالماوس، وده هنا كان بالقلم، ودوت هنا كان بالقلم بس انا طافي radius تمام. هنا انا طافي اللي هو السترينجز عندي خالص. لو انا جيت اشتغلت هنا بالماوس هتلاقوا ان هو wonky تمام، ما هوش سموز، بصوا شايفين هنا جاي. فدوت اول فرق، ان انت طبعا لما تيجي تشتغل بالماوس مش هيبقى عندك كنترول كفايه، لكن انت هنا لما تيجي تشتغل بالقلم ايدك واخده على الرسم او كتابه او اي ناكل، لما تيجي حتى كمان تكتب صعب انت تكتب حاجه كمان بالماوس. الحاجه الثانيه ايه اللي حصل بقى هنا؟ ان انا بيبقى عندي كنترول على البريشر او الضغط بتاعي في القلم. فزي ما انتم شايفين هنا بصوا كان ازاي، هنا طالع رفيع وبعدين بقى تخين لان انا كنت مشغل الريديوس ديت تمام. خليني اوضح لكم، لو انا جيت دخلت هنا تمام، بعدين ضغطت جامد على القلم، بعدين خففت تاني، بعدين ضغطت، فبيبقى عندي كنترول على الضغطه بتاعتي. نفس الكلام في السترينجز، هيبقى القوه واحده ولكن الحجم بس هو اللي ايه بيتغير، يعني شايفين ازاي قوه ثابته ولكن الحجم بتاعي هو اللي بيتغير. هل ده معناه ان انا مش عارف اشتغل او هيبقى الموضوع رخم بالماوس؟ لا، في عندي اوبشن ليك. لو انا جيت اشتغلت هنا بالماوس، لو انا دخلت هنا على التولز ورحت على الستروك تمام، وعملت شغلت حاجه هنا اسمها ستيبلايز ستروك تمام، ولو جيت انا رسمت نفس الرسمه تاني، فهلاقي ان هي بقت انعم قوي عن ان هي مش شغاله. خليني اشتغل تاني من غير الستيبلايز ستروك. تقدر تتحكم هنا باللي هي المسافة اللي انت تبقى شغال فيها الخط، قللتها شوية كمان، شايفين ازاي. فدوت دي اقرب حاجة ممكن تستخدمها في اللي هو وانت بتستخدم شغال بالماوس، وفي نفس الوقت تقدر تغير بشيفت اف. لو انت دوست شيفت اف تقدر تغير القوة بتاعتك، اقفل لوحدها
بتغير حجم البرش بتاعها. خلينا نبدأ نتحت الحاجة اللي عندي. أول حاجة أنا هدوس كنترول لأن أنا هخلي النحت لجوه تمام مش لبره. لو أنا دوست عادي هتلاقي النحت لبره، ولكن لو أنا دوست كنترول فهلاقي إن النحت بقى لجوه تمام. لو أنت عايز تعكسها، لو أنت عايز إن هو ينحت لتحت على طول، تقدر تخليه هنا من غير ما تدوس كنترول، تغير الزائد دي الماينس، فبالتالي هو كده ينحت لتحت. ولو أنت دوست كنترول بقى دلوقتي هينحت لك لفوق. أتمنى ده يكون واضح في ال، انا حاسس ان هما الاثنين زي بعض. يعني غير المسكب دي، مش عارف اذا كان ده افضل ولا لا، ولكن يعني انتوا فهمتوا الفكره. ده لجوه وده لبره. في حاجه كمان برضو لو انا عايز اغيرها، لو انا جيت دلوقتي بصيت هنا هلاقي ان هي الشكل اللي عندي بالشكل ده تمام. طيب انا عايز اغير اللي هو النحته اللي انا بنحت بيها لجوه دي، او اغير ليها شكلها. لو انا جيت هنا في الفول اوف تمام وخليتها هنا مثلا شارب، ولو انا خليت دي بدل ما هي كده خليها مثلا سفير، شايفين الفرق ده؟ بيخلي البروفايل بتاعي او الفول اوف بتاعتي شكلها غير. يعني هي بصوا جايه كده كيرفي، اما هنا نازله او محدده شويه في النص تمام. ودوت اقدر اغيره عن طريق ليه؟ عن طريق الفول اوف دوت. فدي حاجه انت ممكن تاخد بالك منها، شايفين ازاي كل ما بغير الفول اوف بتاعي بيديني شكل شويه مختلف. فتشوف ايه اللي يناسبك وانت شغال فيها. ولو انت عايز تعمل واحد خاص بيك انت، لو انت جيت هنا لكاستم وجيت غيرت دي، انا مثلا ممكن اخليها كده، خليها مثلا طالعه وبعدين نازله مثلا. يعني لو انا جيت عملت كده فهتلاقي الشكل ده جاي معاك اهو، شايفين ازاي كانت نازله وبعدين طالعه وبعدين نازله تاني. لو انتوا جيت لاحظتوا هتلاقوا ان هي في زي تدرجات كده، ما هيش ناعمه رغم ان انا معلي الريزوليوشن عندي. يعني لو جيت حتى عليت الريزوليوشن كمان مره، خد بالك ان انت كل ما بتعلي هتلاقي ان انت بتضغط اكتر على الكمبيوتر، فخد بالك من الموضوع ده. فازاي لا فيها تكتكه او زي كانها سلالم كده؟ ايه السبب؟ انت لو جيت هنا دخلت رحت على السبيس هتلاقي ان هي معموله 10%. لو زودت دي تمام فهتلاقي ان السبيس بتاعك بقى اكتر كمان، شايف ازاي؟ لان انا زودتها هنا لحد 80%، فهتلاقي ان هو بيديك بيعمل مسافه ما بين كل واحده وواحده تمام. لو انا جيت قللت دي تاني هتلاقي ان هي المسافات بتقل ما بينها. فهي كانت معموله على 10، فبالتالي المسافات نوعا ما قريبه، لكن لو انا نزلتها خالص هتلاقوا ان هي بقت ناعمه خالص، شايف ازاي؟ خلينا ارجع الفول اوف دي تاني زي ما كانت. انا هشتغل ب تمام، شايف ازاي؟ لو انا جيت بدات دلوقتي ان انا اشتغل واعمل النحت بتاعي، انا ممكن اشغل الميرور هنا ديت عشان تديني نفس الشكل من ناحيتين. هو دلوقتي مفيش عندي سب ديفيجن ليه؟ لان انا هنا عامل الفيو بورت ليفل على زيرو، فبالتالي انا لازم ازود هنا عشان اخليها نفس السكوبتنج مود. حاجه كمان برضو حابب اوضحها، هو مثلا عندي الدوائر ديت اللي هو في الخاتم دوت، عايزها تتكرر تفضل تتكرر على طول، ما عادش ارسمها كل شويه. فلو انا جيت دخلت على البرش، دخلت هنا على التولز، بعدين نزلت تحت عند السيمتري، هتلاقي هنا في حاجه اسمها مكتوب راديال، فانا هخليها على الزد، هكررها مثلا بتاع حوالي 4 مرات تقريبا. محتاجه اكتر، فبالتالي هو اتكرر على حوالين الخاتم بتاعي. حاجه كمان برضه لو انت عايز تعمل خط مستقيم، لو انت جيت هنا للستروك تقدر تحولها للاين، وبالتالي هيطلعه لك خط مستقيم بالظبط. وممكن اشغل الميرور بحيث ان هو يبقى شغال معايا تحت كمان، فبالتالي بقى عندي النقش متكرر فوق وتحت، وبالتالي بالشكل دوت السريع ده. بس لو عندك اي سؤال سيبولي تحت تعليقات. لو عايزين تعرف اكتر عن عالم 3D ما تنساش تعملي فولو. سلام.